حدث مجاني بخصوص نهاية السنة، هدية العام الجديد المبكرة. طبعا هذا الحدث فيه سكن الأم، وطبعا فيه أشياء لطيفة شوي، سكن السنايبر الثلجة وشنطة الأسد اللي خرافية بصراحة، والأهم من كل هذا إنه في عنا ثلجة لأول مرة نشوفها باللعبة. طبعا هاي الهدايا كلها بإمكانك تجيبها مجانا، ولكن أكيد مش ببلاش 100%، لازم تعمل مهمات صعب جدا إنك تسويها. مثلا اطلع على هذا السنايبر، بدك تركض مسافة 15,000 متر، يعني حرفيا لازم توصل نهاية الخريطة وترجع 5 مرات. أو مثلا مهمة الشنطة، لازم تدمج 15,000 دمج. انتوا متخيلين قديش عالي هذا الرقم؟ يعني على الأقل لازم تجيب 15 هيد سنايبر في جيم واحد. احنا الواحد فينا يجيب هيد سنايبر وبالغلط بيقول اوه بسجله وبنزله على اليوتيوب مليون مرة. تقولي بدي اجيب 15 واحدة زي هيك في جيم واحد؟ والله كفو. شوف المهمات الأولى على الأقل انت بإمكانك تسويها مهما كانت صعبة، بس انت بإمكانك تضلك تشد حيلك وتعملها. ولكن طلع المهمة الأخيرة تبعت الثلجة. اوكي، قاوم ضرر 15,000 في الجدار اللي جلو. طبعا عارف انها شوي عزقة، بس ترسمت هاي المهمة انه قارينا بدها منك انك تحط ثلجة وتخليها تتحمل دمج من خصومك 15,000 دمج. انت متخيلين قد الرقم عالي؟ لو بدك تكمل هاي المهمات بشكل طبيعي بالغالب راح تبلش بداية السنة مش 2024، 2025 وانت لسه مش مخلصهم. فعشان هيك المعلم دراجونوف جاي يعلمكم طريقة تتحايلوا فيها على هذا الحدث، ووريكم كيف انا حصلت على كل هاي المهمات خلال دقائق معدودة. فخلينا نبلش فيهم واحدة واحدة. طبعا راح نبلش بهاي المهمات من الاسهل فالاصعب فالاصعب، وترتيبهم سبحان الله على نفس ترتيب اللعبة. اسهل مهمة عندك هي انك تلعب 10 جيمات في الوضع المصنف. طبعا احنا عندنا وضعين مصنف، وضع باتل رويال ووضع الكلاسيك واد. ما بنصحك ابدا تلعب بالباتل رويال المصنف العادي، لانك حتى تخلص جيم كامل بمود الباتل رويال بدك حوالي تستنى ثلث ساعة تقريبا. اما انا بنصحك تلعب جيم كلاسيك واد، جيم خفيف لطيف بامكانك تخلصه على السريع. العب 10 جيمات امورك ايزي بيزي. فعشان نسوي المهمة الاولى، بينك الله العب لك 10 جيمات كلاسيك واد، استلم مع اصحابك، احكي مع الحبيبة، ولا وانتو تلعبوا كلاسيك واد، يعني دبر حالك شو اسوي لك. وبيك بنكون خلصنا المهمة الاولى وحصلنا على الجائزة الاولى. الجائزة الثانية اللي هي نفس الجائزة الاولى، ولكن بدل 10 ايام راح يصير عندك 20 يوم هذا السنايبر. لازم تمشي لمسافة 15,000 كيلومتر. اوكي، يعني عارف انه مسافة كثير طويلة، ولكن ركزوا معي منيح عشان احكي لك كيف تمشي هاي المسافة في جيم واحد وممكن تخلصها بكل سهولة. طبعا الفكرة بكل بساطة انك تلعب مود باتل رويال، ما في داعي تلعب رانكد لانه مش ذاكرين لازم تلعب رانكد. العب مود باتل رويال، او اذا تلعب رانكد ما عادي شيء بيرجع لك، ولكن في عندي طريقة بتخليك تمشي مسافة كثير كبيرة. طبعا مشكلة هاي المهمة مش قايل لك انك لازم تقطع مسافة، بس بيحكي لك لازم تجري او تمشي. يعني لا تفكر ابدا ان راح استخدم السيارة، اذا استخدمت السيارة ما راح يحسبوا لك النقاط للاسف. فعشان هيك ركز معي بطريقتي. الطريقة كالتالي، العب جيم واحد بس راح تقدر تنهي هاي المهمة، وكل اللي عليك بهذا الجيم انك تنزل بنهاية الخريطة. هاي احنا نازلين نهاية الخريطة، ويفضل انك برضو يعني صحيح انك انت لاعب جيم عشان تعمل مهمة وبس، يفضل انك تنزل مثلا على منطقة زي البولز اي عشان تجمع لك شوية اسلحة. طبعا زي ما انتم شايفين انا نزلت هون اخذت لي درع برضو، وهي اي سلاح اي سلاح عادي بمشي معك اي شيء. اي اوكي، بس لا الفماس، اوعى تشيل الفماس، فماس ما بيمشيش معك باي شيء. تمام، طبعا بدنا سلاح بعيد وسلاح قريب، يعني ما في داعي تدقق كثير، تروح بدك هسه بدك دراجونوف وبدك شوتجن ليفل 3، لا عادي. يعني هي انا معي رفراف للبعيد وعندي بي 90 للقريب، يعني خلاص ما دام جمعنا اسلحه امورنا صارت تمام. وبرضه هي كمان معنا دروع مشيناها على السريع، يلا كويس امورنا. طبعا ركزوا معي، اول ما تنزل راح يبين عندك الزون. انت شو اللي راح تسويه؟ راح نسويه بهذا الجيم ان راح نضل نركض ونلف حوالين الزون. لا تفكر انك تضلك تمشي بخط مستقيم، لا هاي الطريقه غلط تماما، لانك اذا ضليتك تمشي بخط مستقيم بالنهايه اكيد راح تمر باماكن مليانه ناس، اماكن الناس راح يقتلوك، راح تضطر تواجه، وانت عارفين المواجهات ما فيها ركض كثير. فعشان هيك يفضل انك تضلك تلف مثل ما بحكي لك، ضلك لف حوالين الزون، ودائما خلي عينك على الخريطه لان الزون ما راح يضل ثابت زي هيك، اكيد الزون راح يصغر ويصغر ويصغر. ويا حبذا لو انك انت رحت على ماكينات التوكن واشتريت اللي بتكشف لك مكان الزون الجاي. طبعا حبيت تعمل هذا الاشي، يفضل انك تروح على ماكينات التوكن اللي بطريقك. مثلا تطلع انا وين، انا هيني بدي اروح على ماكينه الاوبزرفاتوري لانها كانت بطريقي، مش اروح بدي اشتريها اروح على البيك، لا ما في داعي، اذا كانت بطريقك جيبها، ما كانت بطريقك مع السلامه عادي. بالنهايه هيك هيك الزون راح يبين. طبعا المشكله الوحيده اللي
واجهتني انه حقها 300 توكن وانا معي بس 200 توكن، خلينا نجيب بس تبعت التوكن الموجوده هناك. اوكي هنا جبناها وبطريقنا لقينا اي سي 80. تمام عادي، لا ما في داعي تاكلها بالتلويج واي شيء، اللي بطريقك خذه، ما مش بطريقك سيبك منه. وحتى على فكره حتى لو جيت فايتات قريبه منك شوي، يعني مش لازقه فيك، قريبه منك شوي ما في داعي تدخل فيها لانه انت بالنهايه داخل عشان تعمل مهمه. طلعوا هنا احنا كشفنا مكان الزون الجاي. طبعا انا ما راح الف على الخط الاخضر، لا راح الف على الخط الابيض لانه هذا الزون مطول قبل ما يجي. وبهي الطريقه للامانه ما في داعي انك تخش بفايتات، لا تدخل بفايت الا اذا واحد كان يطخ عليك وما تقدر تكمل طريقك الا لما تقاتله. هاي هذا الحل الوحيد عشان تدخل فايتات، تمام؟ غير هيك انسى الموضوع، ضلك لف زيك وخلال جيم واحد بالكثير راح تلاقي حالك مخلص المهمه وبكل سهوله. طبعا استخدمت منشط عشان يسرع سرعتي، بس ترى يمكن يفرق معك خطوتين ثلاث، ما راح يفرق معك كثير لا تتخيل. طبعا اكيد اكيد الجيم راح يكون جيم ممل، مش ممكن، اكيد راح يكون ممل لانه انت بالنهايه بس بدك تترك اللاعب يركض زي هيك وتحاول توجهه عشان يلف حوالين الزون، بس بالنهايه تذكر انه هذا الجيم انت عامله علشان مهمه. طبعا شوف لاحظ انه هسه الزون صغر، عشان هيك ما راح اكمل حوالين الزون من هون عشان ما ياكلني، فانا بدي ارجع الف، بدي الف حوالين الزون الجديد. طبعا شغله مهمه، اوعى تمشي خطوات مثلا تقول يلا هي خلصت المهمه تروح تطلع من الجيم، لا، لاحظ انه اول شيء راح يقلل درجه الائتمان عندك او درجه الفخر، وثاني شيء ما راح يحسب لك اي شيء عملته، اي مهمه تعملها وطلعت بنص الجيم ما راح يحسب لك اياها. فبعينك الله لازم تصمد لنهايه الجيم، اذا حسيت حالك عملت المهمه على الاقل اقتل حالك بلغم او اعمل لك اي شيء. طبعا انا عارف انه الجيم راح يكون جدا ممل، اكيد راح يكون جدا ممل لانه انت قاعد تسوي مهمه. لا حول ولا قوه الا بالله، والله يا اخوان لاعبين فري فاير غير يزلطوني. طلع شو لقيت وانا قاعد احاول اسوي المهمه، اطلع بديش اسوي المهمه ولا شيء، بني ادم مستخدم البورتال جو عشان ينتقل من هون لهون. ما شاء الله ما شاء الله يا اخي، لهالدرجه مغلبيتك المسافه، طلع يعني خلال حرفين واحد اقل من ثاني بتكون قاطعها. ليش مفعل البورتال جو او بوابه النقل؟ ليش مفعلها هون؟ فهمني. شوف شوف يعني معقول انا قاعد احاول اتخيل هو ايش كان بمخه يعني؟ والله يا اخوان شوفوا المسافه ما بعدها لهناك عشان خلينا نحط البورتال جو ويلا ننتقل. اوه ريحت حالي من مسافه مش طبيعيه. اوكي نروح على المهمه اللي بعدها. وبعد ما خلصنا مسافه 15000 كيلو خلينا ناخذ المهمه ونروح نشوف المهمه اللي بعدها. المهمه اللي بعدها بتحكي لك لازم تدمج 15000، والمهمه اللي بعدها بيحكي لك لازم تتحمل دمج من الثلج بقيمه 15000. مش عارف كيف يعني بقيمه 15000، وعلى كل حال انا راح اعطيك طريقه سريه جدا ما حد راح يخبرك عنها، راح تخليك تعمل هاي المهمتين مع بعض مره واحده، مع ان المهمتين اصعب من بعض بس دراجونوف عنده الحل لكل شيء، تخافوش. خليني اوريكم كيف الطريقه. اول شيء لازم يكون عندك شخصيه نايري، لازم تحط شخصيه نايري واحده من شخصياتك، باقي الشخصيات انت حر، حط الشخصيه اللي بدك اياها، ان شاء الله تحط لي ادم، انت حر، المهم يكون معك شخصيه نايري. وبرضه شغله ثانيه، الحيوان الاليف يفضل انك تحطها حيوان الروبوتو او الروبو، تمام؟ هسه راح تفهم ليش انا عامل كل هذا الشيء، وبعديها ادخل جيم وخلينا اوريكم خطوات بالضبط ايش لازم تسووها. طبعا بهذا الجيم ما لازم تنزل على البيك ولا على اي مكان مجنون، انزل لك على اي مكان عادي، ما يكون البيك ما يكون كلوك تاور، لا بس مكان هيك نص نص ما فيه فايتات كثير. مثلا انا هون نزلت على البوشينوك، بس في شرط مهم، لازم المكان تنزل عليه يكون فيه ماكينه. هسه بتعرفوا ليش بدنا هاي الماكينه، وهسه تعرفوا ليش عملنا كل هاي الاشياء العجقه. خلينا نلم لنا شويه توكنات لان لازم نشتري شيء من الماكينه. خلينا نروح على الماكينه، الشيء اللي بدي اياك تشتريه هو مولد الجلو وول، طبعا هذا بيعطيك درع اضافي للثلجه. هسه بحكي لكم ليش محتاجين درع اضافي. طبعا لازم تتاكد انك انت لابس شنطه علشان تقدر تركب عليه مولد الجلو وول. طيب لاحظوا انه كل الاشياء اللي سويناها وكل الشخصيات اللي اخترناها علشان نقوي الثلجه اكثر واكثر، اكيد ما راح نمشي على المهمه بشكل طبيعي ونخلي الناس يدمجون الجلو وول، هذا شيء اكيد. الطريقه السريه راح نعملها، راح نروح على مكان شوي متخبي علشان الناس ما بدنا حد يسمع صوتنا ولا بدنا حد يشوفنا ويغدرنا. طبعا انا جيت على هذا المكان لانه محمي من كل الجهات وشوي بعيد عن اللاعبين. طبعا راح نسوي احنا هسه حاليا لازم ننزل الثلج، ولاحظ انه عليه دروع كثيره، وبنفس الوقت لازم تكسر الثلج، حاول تضلك تطخ عليها لما تتكسر وضلك كرر هاي العمليه، لانه فري فاير ما بتميز بين الدمج اللي جاي منك على الثلج او اللي جاي من خصمك، وحتى الدمج اللي على ثلجك ترى بينحس الدمج لك، عشان هيك انت قاعد تكسب 2 في 1، انت قاعد تكسب دمج على الثلج عشان المهمه الاخيره، وقاعد تكسب انك انت قاعد تدمج، هيك انت قاعد تعمل مهمتين بنفس الوقت. ولاحظوا انه الدمج اللي انت بترميه على الثلج هو نفسه الدمج اللي راح تتلقاه الثلج، فهمتوا علي كيف؟ يعني انت بس وصل 15000 دمج على الثلج راح تكسب 15000 دمج انت عامله، فانت هيك حرفيا بتعمل مهمتين مع بعض. طبعا هاي المهمه على عكس باقي المهمات لازم تقاتل لاعبين عشان نقدر نجمع ثلج بشكل طبيعي. لاحظوا ان احنا مش منطق نخلي صانع جدار الجلو يضل يعبي ثلج لانه بيطول كثير، فعشان هيك احنا مضطرين ان نقاتل لاعبين ناخذ الثلج تبعهم وبرضه كمان نطور صانع
صانع الجلو. الموضوع ايزي، اذا انا كنت على مكان صعب مثلا مثل البيك او عادي، لو لعبت الجيم بشكل طبيعي راح تلاحظ انه بامكانك تجمع ثلج بكميه كبيره، كل عليك تقتل كم لاعب وامورك تمام، راح تلاقي حالك مجمع 10 ثلجات بكل سهوله. فانا هسه طالع على البيك وشايف في واحد هناك، هذا قاعد طور بالدروب. يا عمري تعال 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 علي تعال، انا بدي اسوي المهمه على السريع وانت جاي تطور لي بالدروب. هيا يو يو اوكي اوكي اوكي. الايم زي الزفت اليوم، شمالي ايش في؟ ثواني شوي، انا شكلي ارتحت كثير على وضعيه عمل المهمات، شكلي ارتحت عليها كثير، فخلينا نحول على وضع اللعب. اوكي ايش شفتوا؟ كل واحد جاب لنا ثلاث ثلجات. طبعا لا تخلص كل الثلج اللي معك، يعني اعمل المهمه على السريع وخلي معك شوي ثلج عشان ممكن حدا يقاتلك، يعني ممكن حد يجي عليك يقدر، فانت لازم تخلي معك شوي ثلج من باب الاحتياط. طبعا احنا هنا كمان طورنا مولد الجلو وول لانه معنا الشيبسيت. طبعا انت كل ما تقتل واحد بتاخذ ثلجتين وبتطور لك اياه ليفل حسب ما اتوقع. اوكي في واحد ناوي هون يخرب علينا كل شيء. ايو اكل هيد، جي 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 يا حبيبي، جي جي يا عمري، خلينا نقتله بس عشان راح يعيش حاله. اوكي ليتس جو، هاي قتلناه وصار معنا خمس ثلجات. هسه بامكاننا يعني نفضل انك ما تعمل برضه هاي الشغله بمناطق اوبن. اوكي انا مشكلتي واحد ورا الثاني، الناس قاعدين يجوا علي. هاي قتلنا هذا، قتلنا السكواد كامل اللي كان قاعد يقتلنا. خليني نجي ناخذ الثلج اللي معاه وخلينا نشوف كم صار معنا. طلع يا عمري صار معي ست ثلجات. اوكي ثواني، ها خليني اقتله. يلا يلا يا عمري، ايوه اخيرا. اوكي يا اخوان مال اللاعبين مش عاضين، ارحموني، واحد ورا الثاني قاعدين يطلعوا لي يقطع شرهم. اخوان والله انا نازل اسوي مهمه. اوكي عشان هيك حكيت لكم ما لازم تعملوها بمناطق اوبن، مناطق الاوبن بتضلها بتجذب ناس كثير. طيب خلينا نقتل هذا هيك على السريع. تعال حبيبي تعال 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 تعال، اين تهرب من دراجونو؟ تعال 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 تعال، ليتس جو، قتلناه كمان. ليتس جو، في اوه في كمان واحد هون يا حبيبي، واك مليون واحد هون. واك ايش في اخوان؟ انا نسيت انه بالبيك. اوكي في واحد جاي علينا، في واحد جاي وسرق الكل، مبدئيا سرق الكل ومعاه شوت جن خنزره ليفل ماكس. تعال حبيبي تعال قرب علي، لا ما بدي العب معك من بعيد انت. ثواني ثواني ثواني، خلينا نكسر ثلج على السريع. او لا ثواني قبل ما نكسر ثلج لازم لازم نقتله، لازم نقتله، هذا راح يفنشنا، راح يرحمنا، راح يخرب علينا المهمه كلياتها. ثواني طلعوا اخوان في ثلج الي هناك، خلينا نكسرها من عندي. طلعوا، يعني احنا صحيح ماكلين هوا بس برضه يعني المهمه اولا، المهمه اولا. هنكسرها نكسرها، طلع 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 يو اطلع، قاعدين بالقنابل فكرني ورا. اوكي ليتس جو، هاي قتلنا ليتس جو. اوكي انا مش عارف كيف قتلناه، مش عارف ليش ما عبى دمه. خلينا على كل حال احنا نعبي دمنا برضه، هاي الكاشف عنا بتكشف لنا، كشفت لنا واحد كمان. يا اخوانا ايش في؟ والله اللي ساعه قاعد العب المهمه، الجيمات كانت اسهل بكثير من هيك، ايش اللي صار بهذا الجيم؟ بس يعني لاني بدي اعمل مهمه. طيب احنا خلينا نتخبى باكثر مكان امن في اللعبه اللي هو بيت البيك، ما شاء الله. لو تعرف شغله بامكانك تعمل هاي الخدعه اللي علمناك اياها مليون مره، بامكانك تعملها مثلا هون هيك. اوكي كانك تطلع زي هيك، نطلع فوق على الطابق الثاني، واول شيء نسويه نكسر ثلجتنا هاي عشان ما حد يلحقنا، تمام، وبرضه عشان نعمل مهمه. يعني ذكروا احنا كمان برضه المهمه لازم نكسر الثلج، خلينا نكسر هاي الثلجه، وبعد ما كسرناها امورنا تمام. بنيجي هون نقعد نكسر ثلج براحتنا. مثلا هاي احد افكار تقدر تسويها. طبعا انا كنت لحد الان مش فاهم انا شو اللي عملته بالضبط. اللي عملته انه انا استخدمت كل الشخصيات وكل الاشياء اللي بتقوي الثلج عندي بحيث اضل ادمجه قد ما اقدر من دون ما يتكسر، او على الاقل يطول كثير قبل ما يتكسر. فانا هيك راح اكسب دمج وراح اكسب دمج على الثلج بنفس الوقت. ولكن في عندنا مشكلتين حاليا بهذا الجيم، طلق الاي ار خلص عنا، وفي واحد عارف مكاننا قاعد يدور علينا، قاعد يدور علينا ومش لاقينا. اوكي اوكي مش عارف وين راح بالضبط هو. اوكي اوكي اوه تخيلوا البوت اللي كان بيدور علينا، اللاعبين مش عارفين مكاننا بس البوت لقانا. او ماي جاد يا الهي الحظ اللي عندنا بهذا الجيم. ما نصر معنا 10 ثلجات، بامكاننا نتخلى عن المطور جلو وول ونجيب صندوق الجلو وول عشان يصير معنا 10 ثلجات. اوه في واحد عندنا هون، في واحد عندنا هون. تعال حبيبي تعال، لا بتيم، ام سو سوري ام سو سوري، صاحبه صاحبه. اوكي يلا تفنش، اخذنا الثلج تبعه، طلع صار معنا 12 ثلج هسه. هسه لو نقتل كمان واحد بصير معنا 14 ثلج، يعني بصير نقدر نسوي المهمه اسرع واسرع. تمام بس خلينا نفنش هذا، خلينا نفنشه. اوكي وين راح؟ وين راح؟ يي وين راح؟ هي هون، فكرته انه عالج حاله، والله كنت راح انجن. ثواني ثواني طيب، بس خلينا نكمل برضه المهمة، ليتس جو، نكسر الثلج، برضه اتذكر انه شخصية نايري هاي، أنت كل ما تدمج كل ما تدمج الثلج بيعطيك دم أكثر، خلينا نكسر الثلج زي هيك، وانتبه على موضوع الطلق، موضوع الطلق كثير مهم. أوكي في ناس هون، في ناس هون، أوكي أوكي أوكي، قتلهم اثنين، قتلنا الأول، أوكي أوكي الثلج، هاي مات هذا، خلينا نسرق كله، نسرق كله على السريع، ولك بس ولك بموت على سرقة. أوه
سرق. يا حرام يا حرام، كيف ما سرق؟ طيب على كل حال، ما دام معي 14 ثلج، مع كثير ثلج، خلينا نكسره زي هيك. ليتس جو. والله مش عارف، ثواني طب بس هذا قدر سكايلر معقول تنحسب لي؟ ما والله ما بعرف، ما جربت انا بصراحه. على كل حال، انت شو بدك بسكايلر؟ انا اعطيتك طريقه خرافيه. طلع هذا البني ادم مستخدم البورتال جو من وين لوين، طلع من اخر الدنيا حتى يطلع على سطح البيك. ثواني ثواني خلينا نطلع له. وينه؟ معقول لساته موجود هون ولا كان واحد من نزل تحت؟ اوكي ترى مبدئيا ضال بس بالجيم اثنين. خلينا نكسر الثلج تبعنا، احنا هون معنا 14 ثلج مش راح نحتاجهم كلياتهم. خلينا نكسرهم عشان نعمل مهمة أسرع. أوكي زي هيك 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 راح يكون المود، يعني عادي تلعب جيم عادي بشكل طبيعي بس بالشخصيات اللي أنا حكيت لك عنهم. أول إشي أهم إشي طبعا هم، وتاني إشي كل ما تلاقي حالك فاضية ومعك ثلج زيادة نزل ثلجة وكسرها. أما باقي اللعب راح يكون بلعب طبيعي زيك زي أي جيم. شفتوا كيف أنا بلعب هسا؟ لأنه بالنهاية لما تدخل فايتات الأعداء راح يدمجوا الثلج تبعك وأنت راح تدمج الأعداء وراح تدمج الثلج تبعهم، فبالنهاية أنت هيك هيك قاعد تعمل مهمة، جزء من المهمة برضه عشان ما تزق حالك وأنت قاعد تعمل المهمة. أوكي بعدين في واحد تو نزل راح يموت هسا. جي 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 وقع في واحد كان وراه. اوكي حط قدرة الزفت ديمتري. يا حبيبي تعال. اوكي على مين يا بابا؟ على مين يا حبيبي؟ اوب ثواني. لا بدي تيم. I'm so sorry بس لازم I'm so sorry دعمل المهمة يا برو. I'm so sorry. اوكي قتلناها. مش عارف هذا مكان هم اصحاب مش مع بعض هذول. اوكي هذا كان اخر لاعب بالجيم، خلينا نقتله على السريع. يلا عبي دم بسرعه يا عمري. اوكي تا حبيبي انت الاخير. طبعا احنا ما ان احنا اخر لاعب، خلينا نكسر كل الثلج اللي معانا. اوكي وبرضه منه عبي لنا دم. اوكي حط لي كمان ثلجه، كسر وعبي دم. طبعا انا متاكد هذاك المسكين قاعد يقول شو اللي بيسويه عدوي، متاكد انه هسه من جنب يقول ماله بكسر بالثلج تبعه. طلع قام يساعدني قام يساعدني. والله اسطورتي انت. تعال يا حبيبي تعال يا عمري. وينك مستخدم سلاح زي الزفت. كسر ثلجتنا. اوكي مبدئيا احنا بطل معنا طلق خلص طلق اللي معنا. اوكي اوكي هات لي ام بي. هنكسر. اوكي خلاص انا صراحه زكت، انا نسيت اني انا عامل مهمه ومخلص. تعال يا حبيبي علي هسه، تعال علي انا خلصت المهمه زمان. تعال يا عمري ليتس جو. اكل هدات. ايش بتسوي بالضبط؟ اللي بيسويه انه قتلني. لا شكرا بس عادي. بالنهايه احنا جايين نلعب الجيم عشان نسوي المهمه. طلع بلعب انالوج ايش فيه؟ بس بالنهايه جايبين 13 كل. والله جيم كان حلو على فكره لحد ما بالنسبه لجيم بدنا نسوي فيه مهمه. على كل حال احنا مش جايين عشان نحترف، احنا جايين عشان نسوي المهمات، وهيك سويناهم كلهم واعطيتك طريقه سريه تقدر تسويهم كلياتهم خلال جيم او جيمين بالكثير. بالله عليك هي الطرق السريه ما بتستاهل لايك او اشتراك في القناه، يعني يلا بدون احراجات انزل تحت واشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك. واذا حاب تعرف خدع سريه اكثر احضر الفيديو راح يطلع لك هسه على الساسه، راح تلاقي فيه خدع عمرك ما سمعت فيها بحياتك. وبالنهايه كان معكم دراجونوف ودمتم في رعايه الله.